The next person we are going to invite, the special address, is a man who is a mufassir of the Holy Quran. He conducts tafsir of the Quran. Uh, he's a senior Islamic scholar, as well as being the Imam Jama'ah of the holy shrine of Imam Al Hussein. Alhamdulillah, I've had the honor of praying behind him and sitting underneath his mimbar, he's also raised mashallah an amazing family of those who commit and are, are servants of the ahlul Bayt, providing lectures all over the world uh, this is the one and only his eminence ayatollah sayyid murtada al-qazwini and we go to him and we welcome him wherever you are please brothers and sisters with a salawat ala muhammad wa ali muhammad الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أتباع أمير المؤمنين الإمام هو يبين يبين صفاته ومن أراد أن يتبع عليا فليتمسك بهذه الصفات يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اقتفى من دنياه بطمريه طمريه يعني قطع أعطيته قطعة يتوزر بها قطعه يرميها على كتفه هذا ملابس علي بن ابي طالب الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه قرصين خبز شعير ولكن بعد ذلك يقول الا وانكم لا تقدرون على ذلك انتم الشيعه المؤمنين ما تستطيعون ان تقتدوا بعلي في كل صفاته. علي خلق عجيب خلقه الله. تابعا لرسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم. الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد. المهم الورع هذه صفات اتباع علي عليه السلام. ونحن مكلفون بان نكون على هذه الصفات. ومن لم يلتزم بها فبعيد ان يكون من اتباع علي عليه السلام. هذه صفه اتباع علي عليه الصلاه والسلام. ونحن نسأل الله تعالى ان يثبتنا اولا على ولايه علي بن ابي طالب. ثم على اتباع علي بن ابي طالب. في سيرته، في سلوكه فنحن ان شاء الله متمسكون بالائمه الاثني عشر في سلوكهم في اكلهم، في لباسهم، في قيامهم، في قعودهم بهذه الكيفيه غير المسلمين يعرفون يعرفون المؤمن عن غير المؤمن المسلمين سنه وشيعه حتى اليهود والنصارى يقرؤون سيره علي بن ابي طالب ورع علي وايمان علي وزهد علي وتقوى علي والرحمه الموجوده في سلوك علي بن ابي طالب والكرم والعطاء والاخلاق يعرفون من هو علي بن ابي طالب اخلاق علي تماما بالميه ميه مطابقة لأخ لأخلاق نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام أمير المؤمنين جاءت إليه أموال للتوزيع جمع إجت مرأة عربية أخذت حقها وياها واحدة عجمية مو عربية ما دي هنديه تركيه كانت تتوقع هي تاخذ اكثر من العجميه. الامام قال لا مستحيل ما دام انت مسلمه وهي مسلمه فانتم سواء. قالت ما انا عربيه وحتى لو عربيه. لان الله يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى هذا سلوك الإمام نحن أكرمنا الله نحن الشيعة بنعمة ما موجودة في غيرنا وهي أننا نؤمن بولاية علي بن أبي طالب على كل حال نحن إن شاء الله نحب علي بن أبي طالب نحب آل محمد واجعلنا من آل محمد ليش لأن آل محمد من أهل البيت أهل البيت أنزل الله فيهم آية من السماء الآية تقول إنما يريد الله الإرادة إلهية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا فنحن إن شاء الله متمسكون بأهل البيت نعيش ونحيا على محبتهم وعلى ولايتهم اللهم احشرنا معهم في الدنيا والآخرة وارزقنا شفاعتهم واجعلنا معهم في درجات الجنة وصلى الله على محمد وآل محمد